سامة لمحبي الانتر، تسديدة ولكن تصطدم بالحائط وإلى خارج أرضية الملعب الكرة الماضية. اعتراض وامتعاض أيضا حتى من رونالدينيو في الكرة الماضية، على اعتبار أن اللاعبين تحركوا قبل انطلاق صافرة حكم في الخطأ الماضي. أوه، طرد لرونالدينيو، عفوا هي بطاقة صفراء. الحكم يعني لقطة طريفة في المباراة، يعني تعجب كان وعلامة استفهام كان حول الطرد، ولكن حتى رونالدينو بابتسامته المعروفة وحكم اللقاء يعتذر بطريقة طريفة تماما. حكم اللقاء حتى الطرفة قادمة في المباراة، لاحظ اللقطة، هي لقطة الموسم، فلاش على تلك اللقطة، واضحة في اليوتيوب تلك اللقطة لأنها لقطة طريفة تماما. لاحظ رونالدينو استغراب.